السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة هتحسب الفوليوم أو ديستريبيوشن، فبيقول الفوليوم أو ديستريبيوشن 10% من وزن الجسم، فالفي دي هيساوي 10%، يعني 10/100، 10% من وزن الجسم اللي هو 80 كيلو ضرب 80، فالناتج هيساوي 8. وبعد ما بيبقى 10% من وزن الجسم لازم الوحدة بتاعته تبقى لتر، المفروض تبقى كيلو جرام، بس اللتر هو كيلو، يبقى 8 لتر. ده الفي دي. بعد كده هو بيقول لي احسب التوتال اماونت بتاع الدراج ان ذا بودي فلويدز بعد 6 ساعات. هو سؤال مباشر جدا مش محتاج حتى حسابات. هو جايب بعد 6 ساعات تركيز الدواء في الدم بالراجل ده اللي هو 1.5 ملي جرام لكل 100 ملي لتر. هي واحدة غريبة شوية، لان دايما كان بيبقى في المقام مش 100، يعني 1.5 ملي جرام مثلا لكل لتر، لكل 1 ملي لتر، مش لكل 100 ملي لتر. ممكن نظبط يعني في الوحدة دي، بس انا عندي تركيز عن 6 ساعات، عاوز اجيب الكتلة التوتال اماونت بتاع الدراج في الجسم عن 6 ساعات. هضرب بس في الفوليوم او الديستريبيوشن. يعني اول خطوة حسبت الفي دي بمعلومة ان هو 10% من وزن الجسم، ضربت 10/100 في وزن الجسم اللي هو مكتوب 80 كيلو جرام، طلع 8 لتر. الخطوة التانية هقول له الاماونت بتاع الدواء في الجسم عند زمن 6 ساعات، فهي بتساوي التركيز عند نفس الزمن اللي هو 6 ساعات ضرب الفوليوم او الديستريبيوشن. اي كتلة بتساوي التركيز ضرب الحجم، الفوليوم او الديستريبيوشن. فالتركيز عندي 1.5 ملي جرام لكل 100 ملي لتر، هضربه في الفوليوم او الديستريبيوشن اللي هو 8 لتر، هيطلع الناتج بيساوي. ما ينفعش اضرب الوحدات دلوقتي لان لازم الحجم اللي هو اللتر ده يطير مع الحجم اللي هو الملي لتر ده. فيطيروا ازاي؟ ممكن كذا طريقه لتبسيط الوحدات، فهنبسطها على طول. ممكن نقول اللتر ده احوله لملي لتر عشان يطيروا مع بعض. فهضرب، يعني هشطب على لتر، وهضرب الثمانية دي في 10 أس 3 او في 1000، يعني هيبقى الوحدة الناتجة بدل ما هي لتر هتبقى ملي لتر. يعني انا معايا 1.5 ملي جرام لكل 100 ملي لتر ضرب الفوليوم ديستريبيوشن هو بقى 8000 تقريبا ملي لتر. فالملي لتر ده هيطير مع الملي لتر ده. لما اضرب الارقام هلاحظ ان الناتج بيساوي 120 ملي جرام. يبقى كتلة الدواء في الجسم عن زمن 6 ساعات بتساوي 120 ملي جرام. يا دوبك بس حسبت الفوليوم والديستريبيوشن بالظبط كام، وبعد كده ضربته في التركيز اللي هو معطى مباشر، يعني هو اعطاني التركيز. السؤال التاني بقى بيقول وات از الاليمينيشن هاف لايف بتاع الدراج. فالقانون بتاع تي هاف، تي هاف بتساوي 693 ألف على الكي، اللي هي اليمينيشن ريت كونستنت. فعلي الكي معايا في السؤال مش معطى، يبقى الكي غير معطى في السؤال. انا عاوز اجيب الكي عشان اكتبها هنا واحسب التي هاف. فازاي اقدر اجيب الكي من المعطيات اللي معايا؟ انا معايا جرعه الدواء اللي هي 200، ومعايا الحجم اللي الدواء بيتوزع فيه اللي هو الفي دي ب 8 لتر، ومعايا تركيز الدواء عند 6 ساعات، ومعايا كتله الدواء في الجسم عند 6 ساعات. ممكن اكتب قانون الفيرست اوردر العادي واجيب منه الكي. القانون اللي هو كان بيقول لن التركيز عند اي زمن بيساوي لن السي زيرو ناقص الكي في الزمن. انا معايا زمن اللي هو 6 ساعات، فممكن اكتب مكان التي ده 6. الكي هي المجهوله مش معايا، هقدر احسبها. السي زيرو برضو مش معايا، ولكن ممكن اكتبه. ممكن اكتبه ازاي؟ ممكن اقول ان انا معايا الدوز ب 200، ومعايا الفوليوم اوف ديستريبيوشن ب 8 لتر، فممكن اقول السي زيرو بيساوي الدوز على الفوليوم اوف ديستريبيوشن. ده قانون مهم جدا للسي زيرو، بيساوي الدوز على الفي دي. قانون كمان اللي هو بقى لو انت المطلوب هو حساب الفي دي، ساعتها تقول الفي دي بيساوي الدوز على السي زيرو. بس دلوقتي انا عاوز احسب السي زيرو، فالدوز عندي بقى ب 200 مللي جرام، والفوليوم اوف ديستريبيوشن ب 8 لتر. ساعتها السي زيرو هيساوي 200 على 8 هيساوي 25، فهي السي زيرو بيساوي 25، والوحده بتاعه بقى مللي جرام اهو في البسط، ولتر في المقام، مللي جرام على لتر. يبقى السي زيرو طلع معايا ب 25، بس الوحده بتاعه مللي جرام على لتر. التركيز عن زمن 6 ساعات لما اكتبه هنا هو معطى، بس لازم اكتبه بنفس وحده السي زيرو، او اخلي وحده السي زيرو زيه، يبقى وحدات التركيز زي بعض. هل ان المجهول الوحيد هو الكي؟ يبقى انا معايا حتى التركيز عن زمن 6 ساعات. بكتب القانون تاني، يبقى لن التركيز بيساوي لن السي زيرو ناقص الكي في الزمن. معايا كل حاجه، انا عاوز اجيب الكي، فهودي الكي والزمن ناحيه الشمال بالموجب بدل ما هي اشارتهم سالبه، وهودي لن التركيز عند زمن معين ده ناحيه اليمين بالسالب. يبقى الكي في الزمن بيساوي لن السي زيرو ناقص لن التركيز. انا عاوز اجيب الكي، فهشطب على
عاوز الكي هشطب على الزمن اللي جنبه واجيب الزمن ده في المقام هنا هقسم عليه، وبعد كده اعوض بقى بالارقام، يبقى الكي بيساوي لن سي زيرو اللي هو لن سي زيرو 25، بس اتاكد الوحده بتاعه ملي جرام على لتر، ناقص لن التركيز عند زمن 6 ساعات اللي هو معطى في السؤال 1.5 ملي جرام بس على 100 ملي لتر، وحده مختلفه والزمن بست ساعات. فمش هعوض بالارقام دلوقتي لان الوحدات مختلفه، هنا 25 ملي جرام على لتر، اما هنا الوحده مختلفه. فممكن اكتب التركيز عن 6 ساعات بوحده ثانيه، هو التركيز هو 1.5 ملي جرام لكل 100 ملي لتر. يعني لو هو كان لكل 1000 ملي لتر كان هيبقى الكميه كام؟ يعني في 1.5 ملي جرام في ال 100 ملي لتر، يبقى في ال 1000 ملي لتر اللي هي بتكافئ يعني 1 لتر كانت الكميه هتبقى كام؟ طرفين في وسطين وفعز ان هي 15، او هي بالعقل انت ضربت في 10 من ده لده ضربت في 10 يبقى اكيد من ده لده هتضرب في 10. فيعني ممكن تلف وتقول ان التركيز هو 15 مللي جرام بس فين؟ في اللتر الواحد. فممكن بدل ما اكتب 1.5 مللي جرام في ال 100 مللي لتر عشان الوحدات تبقى زي بعض اخليها 15 مللي جرام لكل لتر. واعوض بقى بالارقام، يبقى الكي بيساوي لن 25 ناقص لن وتقفل القوس طبعا ناقص لن ما بين قوسين 15، مش 1.5 بقى، 15 اللي هي مللي جرام لكل لتر على 6. هتلاحظ الناتج بيساوي ايه؟ ايه صفر علامه عشريه، وبعد كده في هنا صفر وفي 8 وفي 5، وجنب الخمسه طبعا في واحد، فبالتقريب يعني ثلاث ارقام عشريه بس، الواحد مش هيزود حاجه بالخمسه فهيفضل هو ده الكي، والوحده بتاعه لان الزمن كان بالاور يبقى هيبقى اور اس سالب 1 او 1 على اور، يبقى الكي بيساوي 85 من 1000 اور اس سالب 1. هاخد الكي واعوض في قانون التي هاب، يبقى التي هاب هتساوي 693 من 1000 على الكي اللي هي 85 من 1000، هيطلع معايا ان التي هاب بتساوي 8 وعلامه وبعد كده 1.5 وفي 2.9، يعني بالتقريب التسعه ممكن تتقرب للتلاته للاتنين تخليها 3 تبقى 3، يعني التي هاب هتساوي 8 وتقريبا 15 من 100 او 8.153 من 1000 اور الوحده بتاعها زمن عادي، يبقى التي هاب هتبقى 8 ساعات و15 من 100 تقريبا ساعه او اورز. وكان ممكن حساب الكي من قانون الفيرست اوردر برضه ولكن بدلاله الكميات او الاوزان بدل التركيزات، يعني اقول لان كميه الدواء الموجوده في الجسم عند زمن معين يساوي لان كميه الدواء الموجوده في الجسم عند زمن زيرو ناقص الكي في الزمن. الزمن اللي معايا في المساله بست ساعات، كميه الدواء في الجسم عند زمن زيرو اللي هي الدوز، مش زي ما انا كنت كاتب مثلا السي زيرو وكنت محتاج اجيبها الدوز على الفوليوم اوف ديستريبيوشن، فعوض عن الدوز مثلا ب 200 زي ما مكتوب في السؤال. كمية الدواء في الجسم عن زمن 6 ساعات دي انا حسبتها ب 120 مللي جرام، مش محتاج بقى اقول التركيز هو 1.5 مللي جرام لكل 100 مللي لتر واظبط الوحدات مع السي زيرو، فبالطريقة دي مباشرة ممكن اجيب قيمة الكي بدون اي حسابات وتعديلات في وحدات التركيز. كمية الدواء عن زمن صفر اللي هي جرعة الدواء هي هدوز، كمية عند زمن 6 ساعات ب 120 دي انا حسبها من المطلوب الاول، الزمن بست ساعات اقدر احسب قيمة الكي، هلاقي ان الكي بتساوي لان الكمية عند زمن زيرو اللي هي لان 200 ناقص لان الكمية عند زمن 6 ساعات اللي هي 120 على الزمن اللي هو 6 ساعات هتساوي برضو 85 من 1000 اور اس سالب 1. هجيب التي هاب هلاقي ان هي 693 من 1000 على الكي اللي هي 85 من 1000 هتساوي برضو 8.15 من 100 تقريبا اورز.